بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيك يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الاي اي. طيب، احنا في الفيديو ده ان شاء الله هنبتدي مع بعض ندخل في مكتبات بايثون، او المكتبات اللي احنا محتاجينها من بايثون الخاصة بالداتا ساينس والماشين ليرنينج والاي اي. اول مكتبة هنبدأ بيها ان شاء الله هي مكتبة اسمها نمباي، وهي مكتبة خاصة بالتعامل مع الارقام ومع العمليات الرياضية. طيب، لو انت شغال سبايدر واناكوندا باكج فهي المكتبه دي نازله. لو انت شغال بايثون عادي فانت هتحتاج تحملها. طب احملها ازاي؟ هتفتح الكوماند لاين او الكوماند برومبت او السي ام دي، وهتقول له بيب انستول نم باي، تدوس انتر، هتحمل معاك. تمام. لو انت شغال اونلاين على كولاب فهي موجوده على كولاب. طب سريعا كده، يعني ايه مكتبه؟ مكتبه هي معناها ان ده ملف جاهز مكتوب فيه كود. تمام. الكود ده فيه مجموعه من الفانكشنز، او الملف ده فيه مجموعه من الفانكشنز، فانا بستعين بالفانكشن المكتوبه جاهزه في الكود ده او في الملف ده. فانا لما بعمل ما بستدعي مكتبه، يعني انا بستدعي الملف ده، ومن الملف ده ببدأ بقى استدعي منه ايه الفانكشن الموجوده فيه والفاريبلز والميثود اللي موجوده جواه. تمام. هو ده باختصار يعني ايه مكتبه. فمكتبه هي فايل فيه كود جاهز، الكود ده فيه فانكشنز مكتوبه، انا بستعين بالفانكشنز دي عشان انفذ اللي هي بتعمله، او عشان استعين بيها في الحاجه اللي هي بتعملها. تمام. احنا النهارده هنبتدي ان شاء الله بمكتبه اسمها نمباي. علشان استدعي المكتبه دي عندي في الكود بتاعي فبقول له امبورت نمباي، يعني بقول له ايه استدعي لي المكتبه اللي اسمها نمباي. طبعا ده بعد ما بعمل انستول لو انا شغال بايثون عادي، مش اناكوندا ولا كولاب. فبقول له امبورت نمباي، واز ان بي دي، يعني بختصر، يعني بدل ما كل شويه هقعد انا اكتب نمباي دوت كذا دوت كذا وتدعي لي منها كذا، لا انا هختصر اسم نمباي ده بي ان بي. تمام. اختصار يعني في الاخر. فانا عملت كده لما انا قلت له امبورت نمباي، يعني استدعي لي المكتبه اللي اسمها نمباي از ان بي، يعني اختصرها لي ان بي، اعمل لي لها شورت كات ان بي. لما اقول لك ان بي فانت اعرف يا بايثون ان انا قصدي على نمباي. تمام. تمام. زي ما قلنا مكتبة نمباي هي مكتبة خاصة بالعمليات الرياضية، حتى اسمها نم باي، يعني نومريك بايثون او نمبر بايثون، يعني مكتبة بتتعامل مع الارقام ومع العمليات الرياضية. تمام. طيب، اول دالة هناخدها النهاردة وهي او الدوال اللي هناخدها النهاردة هي دوال من حاجة اسمها راندوم، او من جزء اسمه راندوم. الجزء اللي اسمه راندوم ده بيطلع لي مجموعة ارقام عشوائية. عندي كذا فانكشن في الجزء بتاع الراندوم ده هنشوفهم ان شاء الله في خلال الفيديو ده. اول دالة اسمها راندوم دوت راند، الاول بقول له ان بي اللي هي نمباي دوت راندوم دوت راند. تمام. بقول له ان بي اللي هي ايه بايثون، استدعي لي منها الكلاس اللي اسمه راندوم. تمام. ومن الكلاس اللي اسمه راندوم ده استدعي لي منه الميثود او الفانكشن اللي اسمها ايه اللي اسمها راند. تمام. هو ده اللي احنا قلناه هنا، وقلت له انا 3 او ايا كان الرقم اللي هكتبه. دالة راند هي بتطلع لي مجموعة ارقام عشوائية بتتراوح من 0 ل 1، يعني بتطلع لي مجموعة ارقام هي عبارة عن رقم عشري او كسر. تمام. والاقي الارقام دي بتتراوح من 0 ل 1، هدي راندوم دوت راند. انا هنا لما باجي بين قوسين انا بكتب له 3 فمعناه انا بقول له طلع لي 3 ارقام. طب لو 1 معناها طلع لي رقم 1. طب لو 50 معناها طلع لي 50 رقم عشوائي، يعني مش مترتبين او مش ماشيين بتناسق معين. تمام. والارقام دي بتكون ارقام عشريه من 1 من 0 ل 1. طب انا اقول له طلع لي مثلا ايه رقم 1، عشان خليتها على رقم 1 مش محتاج ان انا احط له هنا ايه واحد، ولا سوبر فاضي هيطلع لي رقم واحد بس. طب انا خزنت القيمه في الاكس وقلت له وعملت برنت الاكس، بص الرقم اللي طلعه لي اهو رقم عشوائي من صفر لواحد 0.641554، رقم كبير قوي كده. تمام. طب لو جيت اعمل ران تاني
حاليا طلع لي رقم مختلف، هو عشوائي يعني، مش ماشي بتنسيق معين، مش ماشي بتنسيق معين او بترتيب معين، لا هو حاجه راندوم، حاجه عشوائي. تعالى نعمل كلير كده لده، كلير الكونسول. تعالى مثلا بدل ما طلع لي رقم، لا انا هخليه يطلع لي 3 ارقام. عايز 3 ارقام عشوائيين يكونوا بيتراوحوا من قيمتهم تتراوح من 0 لـ1، واهم حاجه ان هم ارقام ايه، عشوائيه يعني مش ماشيين بترتيب. هلاقي بص طلع لي ارقام بترتيب بعشوائيه 0.9 0.7 0.1 اهي، 3 ارقام حاطهم لي في شكل، حاطهم لي على شكل ده مش شكل ليست، ده اسمه ده اللي هو الفيكتور او الماتريكس، حاطهم لي في شكل ماتريكس. دي ماتريكس 1 في 3، واحد يعني صف في 3 اعمده. انا كمان ممكن اخليه يطلع لي على شكل ماتريكس بعدد صفوف وعدد اعمده، يعني انا مثلا مش هنا وهو مطلع لي الـ3 ارقام دول على شكل ماتريكس على شكل ماتريكس 1 في 3، صف في 3 اعمده. طب انا عايزه يعمل لي ماتريكس 3 في 3، تمام مفيش مشكله، حاجه اعمل كوما اقول له 3. اول حاجه تبقى قيمه الصف، تاني حاجه دي قيمه العمود، تمام. تعالى نعمل ران، عمل لي ماتريكس فعلا بارقام عشوائيه بتتراوح من 0 ل 1، تمام، على شكل ماتريكس 3 في 3، 3 صفوف في 3 اعمده. طب تعالى بس نخليها 4 صفوف في 3 اعمده، 4 صفوف، ادي صف، ادي التاني، ادي التالت، ادي الربع، وادي التلات اعمده اهو، ادي عمود 2 3، تمام. فهذه داله راند، داله راندوم دوت راند، هي داله بتطلع لي ارقام عشوائيه، بتطلع لي ارقام عشوائيه، والارقام دي قيمتها بتتراوح من 0 لـ1 فقط، تمام. تعالوا كده نهمش دول او نعملهم ككومنت ونشوف الداله اللي بعد كده. الداله على اللي عندي بعد كده اسمها راند انت، راند انت بقول له ان بي اللي هنا باي من الموديول اللي اسمه راندوم، من الكلاس اللي اسمه راندوم، استدعي لي الميثود اللي اسمها راند انت. راند انت هي اسمها هي يعني راندوم انتجر، هي نفس اللي فوق، ولكن اللي فوق دي كانت بتطلع لي ارقام فلوت من 0 ل 1، انما دي ارقام انتجر ما فيهاش كسور، انتجر رقم صحيح، تمام، رقم صحيح. تعالى نعمل ران، قال لي الرعاية محتاج ان ادي له قيمه. طيب في الراند انت عشان نتاكد بس منها، تمام، في الراند انت بيطلب منك انت عايز الرقم ده يكون من كام، يعني ايه، يعني مثلا هكتب هنا 5، تعالى نعمل ران، بصوا هو بيجيب لي ارقام عشوائيه، ولكن ارقام صحيحه، مش شبه راند، مش شبه راند اللي فوق اللي بيجيب لي من 0 لـ1 وبكسور، لا دي بتجيب لي ارقام عشوائيه ولكن ارقام صحيحه مش كسور، وكمان بتجيب لي الحق، يعني بحط له هنا الرقم، هو ده السقف بتاعك، ده السقف بتاعك، يعني هات لي ارقام عشوائيه تكون اقل من الرقم ده، يعني انا لو كتبت له هنا 2، او خلينا نديله مساحه شويه 10، فمعناه ان انا بقول له هات لي رقم عشوائي، رقم صحيح عشوائي، بس الرقم ده يكون اقل من 10، يكون اقل من 10. تعالى نعمل ران، اللي جاب لنا ايه، 9، 4، 5، 2، هيفضل يجيب لي ارقام بس عمره ما هيعدي ال 10، ولا حتى هيجيب ال 10، يعني عمره ما هيجيب لك كده 10، لا هو اخره ال 10، فهيجيب لك اللي اقل من ال 10، او انا اديت له رقم فهو هيجيب لي كل الارقام اللي اصغر منه، او هيجيب لي رقم عشوائي اصغر منه، تمام. طب لو قلت له 100، هيجيب لي رقم عشوائي بقت قيمته بتتراوح من 0 لحد 99، اصغر من 100 يعني، تمام. بصوا 66 99 اهي اهي، تمام. فهو هيفضل يجيب لي ارقام عشوائيه كده، كل ما اعمل ران هيجيب لي رقم عشوائي، ولكن الرقم العشوائي ده هيكون رقم صحيح واقل من 100، او اقل من الرقم اللي انا مديله هنا. طيب هو انا ما ينفعش احدد له مثلا انا عايز كذا رقم، يعني انا مش عايز رقم واحد، انا عايز مثلا 5 ارقام، عايز 5 ارقام،
هو انا ينفع اعملها له اقول له انا عايز 5 ارقام شبه اللي فوق مثلا كده، كنت بحدد له انا عايز كام رقم. اه ينفع. كل اللي هتعمله هتعمل كومة او فاصلة كده وهتقول له سايز بيساوي 5، هيطلع لك 5 ارقام على هيئة ماتريكس ابعادها صف واحد في عدد الاعمدة اللي هو ايه اللي هو 5 في عدد الارقام يعني. طب لو قلت له 10 نفس الكلام، هيعمل لك ماتريكس فيها مكونة من صف واحد وعشر أعمدة، كل عمود فيه إيه؟ في رقم. طبعا لو شايفين كلها أرقام عشوائية يعني مش ماشية بتنسيق معين، وكلها أقل من 100. طبعا لو قلت له مثلا هنا أقل من 20 نفس الكلام، هيجيب لي أرقام 10 أرقام اللي هو اللي في السايز تمام، والأرقام كلها أرقام عشوائية أقل من 20 ومش ماشية بترتيب معين عشوائية يعني. طب اعمل كلير. طب هو انا ما ينفعش اخليه بس بص على الوقت بس ماشي، هو انا ما ينفعش اخليه يطلع لي مصفوفه كده بعدد صفوف واعمده بدل ما هو بيطلع لي بصف واحد بس؟ ينفع. طب ازاي؟ كل اللي هتعمله هتيجي في السايز وهتفتح كورس وهتدي له رقم عدد الصفوف اللي انت عايزه وعدد الاعمده اللي انت عايزه. فانا مثلا عايز ماتريكس، عايز اعمل لي ماتريكس واكثر رقم فيها يكون اقل من الارقام فيها هتكون ارقام عشوائيه اقل من 50، والماتريكس دي ابعادها مثلا 6 صفوف في 4 اعمده. تعالوا نعمل رن. عمل لي ماتريكس اهي مكونه من 6 صفوف، ادي 1 2 3 4 5 6 6 صفوف، وادي 1 2 3 4 و4 اعمده وكلها ارقام عشوائيه واقل من 50 تمام. طبعا ممكن بقى اتحج يعني العب فيها زي ما انا عايز براحتي بقى تمام، اقدر اغير فيها براحتي. بعد كده كانت دالة راند انت. راند انت بتطلع لي ارقام عشوائية اقل من الرقم اللي انا بديهولها و برقم صحيح، رقم انتجر صحيح يعني. نيجي على الدالة اللي بعد كده. الدالة اللي بعد كده هي اسمها يونيفورم. يونيفورم طيب عشان نفهم يونيفورم، هو مش احنا فراند كنا بنطلع ارقام عشوائيه ولكن وكانت كسور يعني ارقام عشوائيه يعني ارقام فلوت كسور عشريه وعشوائيه ولكن كانت بتتراوح من 0 لـ1 فقط صح؟ طب افرض انا كنت عايز اطلع ارقام عشوائيه برضو وكسور يعني فلوت ولكن مش من 0 لـ1، ده مثلا من 50 لـ60، اي رقم ما بينهم يكون رقم في كسر، هل ده متاح؟ اه ينفع. دالة يونيفورم بتعمله، دالة يونيفورم بتعمله برضو، هي من النمباي من الكلاس اللي اسمه راندوم من الميثود اللي اسمها يونيفورم. طيب هو انا ازاي استدعي، هو انا ازاي اشغلها؟ اعمل ران. هو الديفولت بتاعها الديفولت ان هو لحد ان هو من 0 لـ1، ان هو هيطلع لك ارقام عشوائيه من 0 لـ1. طب لا انا عايز مثلا يطلع لي ارقام رقم عشوائي من 50 لحد 60 مثلا يعني، فحاجه انا اقول له 50 واجي في عامل فاصله واقول له 60 كده، هو يطلع لي رقم كسر كسر فلوت عشوائي من 50 لـ60. نعمل ران. بص طلع لي 54 و95 من 100 وارقام كتير كده جنبه تمام. تعالى نعمل ران تاني، رقم عشوائيه بقى، رقم ايه عشوائيه ملهاش ترتيب معين ولكن هي كلها ما بين 50 و60. طب تعالوا نكبر النطاق مثلا من 1 لحد 60، ارقام عشوائيه بقى، بصوا طلع ارقام عشوائيه كده ايه، حبه تلاتينات حبه اربعينات حبه سته وهكذا رقم، بس المهم ان هو طلع رقم ايه، رقم فيه كسر مش رقم صحيح. يبقى ممكن نقول ان دي بتجمع بين الاتنين، بين دي ودي، تطلع بين دي ودي ان هي تطلع رقم ان هو مش رقم بين 0 و1 بس لا، وبين ديت ان هي بتطلع رقم في كسر تمام. كمان ممكن اطلع منها طبعا، ممكن اطلع منها ماتريكس اقول له سايز، او لو انا عايز اكتر من رقم يعني هقول له سايز نفس الكلام، هقول له سايز بيساوي مثلا 3 يعني عايزك تطلع لي 3 ارقام، 3 ارقام عشوائيين قيمتهم تتراوح من 1 لـ60 والرقم يكون فلوت او رقم كسر 10. نعمل ران اهو، 3 ارقام 1 2 3.
تمام، كلهم ارقام بتتراوح من 1 ل 60، ارقام طبعا ايه عشوائية. ينفع برضه اخليه يطلع لي على شكل ماتريكس، هعمل قوسين واقول له برضه ايه مثلا 3 في 2 حاجة. بص اهو 3 صفوف في عمودين كلها ارقام عشوائية وبتتراوح قيمتها من 1 ل 60 وكلها ارقام فيها كسور. تمام، هي دي كانت دالة يونيفورم. طيب تمام، نعمل كلير، نيجي دي اخر دالة. اه دي اخر دالة، ماشي. الدالة اللي بعد كده هو انا مش بخليه، مش بديله اقول له من كذا لكذا، يعني مش من الرقم ده، مش هات لي رقم عشوائي من دال ده، لا مش مثلا مش من 1 ل 60 شبه المثال اللي فات، لا انا هنا انا بديله مجموعة ارقام وبقول له اختار منها، ارقام محددة وبقول له اختار منها. هو ملوش دعوة بقى الارقام دي، الارقام دي فلوت، الارقام دي انتجر، ممكن اشيل الارقام واحط قيم نصوص سترينج وهو يختار منها. تمام، وده دي ده اللي اسمها تشويس، هي من نمباي، الكلاس اللي اسمه راندوم، الميثود اللي اسمها تشويس. بقول له تشويس وافتح قوسين وادي له ليست، الليست دي فيها مجموعه من الحاجات هو بيختار لي منها، مجموعه من القيم هو بيختار لي منها قيمه عشوائيه. تعالوا نبص كده اهو، 7 فين اهي، انا عندي فيها 4 قيم، 3 و5 و7 و9. نعمل ران، حافظ هيختار قيم منها، عمره ما هيطلع بره القيم دي. ده مش كمان بس، ده مش كده وبس، ده انا ممكن اخليه يختار اكتر من قيمه، يعني مثلا هاجي هنا انا عايز يختار اكتر من قيمه، في حاجه هنا اقول له ايه، اقول له سايز، اقول له سايز مثلا 2، فمعنى ان هو هيختار لي قيمتين من ضمن القيم اللي محطوطه في الليست دي. تمام، عشوائيين مش شرط يكونوا جنب بعض، يعني هو هنا اختار لي، يختار لي 9 و5. تعالى نعمل ران تاني، هختار لي التلاته والخمسه، هيفضل يختار قيم عشوائي، يعني هو مش بيمشي بترتيب معين. طيب انا كمان ممكن اخليه يعمل لي منهم ليست، ايه ده؟ ماتريكس. ايه ده ازاي؟ او ممكن اقول له اعمل لي ماتريكس، الماتريكس دي مثلا نفس الطريقة كلها، ممكن انزل دي بس كده عشان ابقى شايفها، اقول له ماتريكس، ماتريكس ابعادها 3 في 3 في 3 صفوف في 3 اعمدة. تمام، دي معناها ان هو هيعمل لي ماتريكس، الماتريكس دي مكونة من 3 صفوف في 3 اعمدة، والقيم اللي فيها هي القيم دي، هي القيم دي. تمام، مش مفيش قيمة فيهم هتبقى مختلفة عن القيم دي، هو هيختار القيم بتاعت الماتريكس من القيم اللي موجودة. فليه عمل لي ماتريكس اهو، ماتريكس عبارة عن 3 في 3 3 صفوف في 3 اعمدة، وكل القيم اللي فيها من ضمن القيم اللي في الليست اللي. تمام، تعالوا كده نرجعها اللي هي كانت مثلا يختار لي قيمة واحدة، قيمة واحدة. تعالوا كده نجرب ان احنا نختار له، نحط له مثلا حروف مثلا او نص يعني عامة. طبعا انا بكتب اي حاجة بس ان هو ايه جرب. تمام، اللي احنا شايفينه اهو طلع لي قيمة عشوائية من الليست دي. تمام، فعادي مفيش مشكلة اقدر اطلعها. تعالوا كده نجرب نخليها ان هو يعمل لي ماتريكس من القيم اللي موجودة دي، هل هينفع؟ اه نفعت. تمام، عمل لي ماتريكس اهي، تمام، ماتريكس 2 في 2 من القيم اللي موجودة هنا. تمام، بس كده دي الدوالة اللي كانت تهمنا في راندوم، والحمد لله اهو اخدناها وخلصنا. تمام، اتمنى ان الدرس يكون بسيط وسهل تكونوا فهمتوه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ولسه طبعا مكملين مع بعض في مكتبة نمباي.